وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من روما المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد فؤاد. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد. بداية، هل لديك أي معلومات عن حالة الصحية للواء خليفة حفتر؟ بسم الله، السلام عليكم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. حياكم. آخر الأخبار الآن، هناك تغريدة على موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يقول فيها أن غسان سلامة تحدث اليوم مع اللواء حفتر وناقشا الوضع الليبي. في الحقيقة إلى الآن الأنباء متضاربة، ليست هناك أنباء تؤكد هذا أو ذاك. صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، وهي صحيفة مطلعة على الأمور جيدا، تقول أن حفتر قد وافته المنية اليوم في مستشفى باريس. إلى الآن الأخبار متضاربة وليست هناك أي مصادر تستطيع أن تؤكد هذا الخبر. أو طيب، يعني هل لحفتر دور محوري في الأزمة الليبية؟ كيف ترون المشهد في حال غيابه عن الحالة؟ لا شك أن لحفتر دور محوري في الأزمة الليبية، بل الأزمة الليبية تحولت من أزمة سياسية إلى أزمة عسكرية بعد إعلان حفتر الانقلاب على الحكومة الموجودة سنة 2014. الآن إذا كان غياب حفتر يؤثر كثيرا على المشهد الليبي، وخصوصا على المنطقة الشرقية في ليبيا والتي تخضع تماما لسلطته العسكرية، كما أن البرلمان الموجود في طبرق في الحقيقة هو تحت السيطرة الشبه الكاملة للسيد حفتر. قدرة البرلمان على المناورة محدودة جدا، غياب حفتر سيعطي البرلمان وسيعطي المنطقة الشرقية قدرة أكبر على التفاوض والوصول، وربما الوصول إلى حل سلمي للأزمة الليبية. في حال غياب حفتر عن المشهد الليبي، ما هو مصير قوات الكرامة التي يقودها؟ في الحقيقة قوات الكرامة التي يقودها هي قوات خليط من أكثر من جهة سياسية وحزبية وقبلية، تضم تيارات مختلفة تماما. ما يوحدها هو فقط حفتر وإعلان الحرب على الإرهاب. غياب حفتر يعني أن عملية الكرامة ستنفك تماما، لا توجد مؤسسة حقيقية موجودة في المنطقة الشرقية، وربما وهذا ما نخشاه جميعا أن نشاهد حتى صراعات بين أجنحة عملية الكرامة المختلفة. كونكم متابعين للشأن الليبي العسكري والسياسي، في حال غياب اللواء خليفة حفتر عن المشهد، هل لديكم معلومات عن الشخصية التي ستخلف حفتر في قيادة القوات التي تتبع برلمان طبرق أم لا؟ هو المتوقع هو رئيس الأركان السيد الناظوري، ولكن حتى هذا غير مضمون بسبب الخلاف الكبير عليه، لأن الناظوري في الحقيقة من المنطقة الشرقية، والمنطقة الشرقية للقبلية دور كبير فيها، ربما لن تقبل به بعض القبائل، ثم أن هناك بعض التيارات الأخرى كما قلت قبل قليل في عملية الكرامة لن ترضى بالسيد الناظوري رئيسا أو قائدا للقوى المسمى الجيش الوطني الليبي. في الحقيقة الوضع غامض وغامض جدا، غياب حفتر سيربك الجميع، سيربك المشهد في منطقة الشرقية في ليبيا، وسيربك أيضا الدول الإقليمية والغربية التي تدعم مشروع السيد حفتر. نعم، من روما المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد فؤاد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.